in 1 minute. السلام عليكم. نحكي بهذا الفيديو عن الظل والنوع اللي إنه الأثر أساسي في تحجيم الأشكال بعملية الرسم، خصوصا وقت بيخلق الظل فضاء حول الشكل المرسوم. تستخدم الظلال عموما في عملية الرسم لتجعل المنظور أكثر سهولة على الفهم وأكثر واقعية نظرا لتشديد إظهار البعد الثالث للعمق. أنواع الظلال: الظل الذاتي والظل المرمي. الظل الذاتي لما يكون عندي بوكس واتجاه أشعة الشمس من اليسار إلى اليمين، فالسطح اللي ضارب عليه الشمس هو السطح اللي بيحصل على أفتح درجة رمادة، والأغمق شوي على الجانب المعرض للشمس وأغمق درجة على السطح الخلفي. الظل المرمي هو ظل الجسم على السطح. لما تكون أشعة الشمس متجهة من اليسار إلى اليمين، فظل الجسم حيتجه من اليسار إلى اليمين، والعكس صحيح. خلال النهار الشمس عم بتدور حول الكرة الأرضية، وبالتالي اختلاف زوايا أشعة الشمس هتختلف، ونميز نوعين لإله: أشعة الشمس موازية لمستوى اللوحة وأشعة الشمس غير موازية لمستوى اللوحة. لإله النوعين خلف الناظر وأمام الناظر. هنبلش بالشمس الموازية لمستوى اللوحة. هناخد جدول هو المفتاح رمي الظلال. بمنظور نقطتين تلاشي عنا نوعين للخطوط اللي هن الشاقولة والخطوط المشردة. في حالة الظل واقع على الأرض الخط بيرتسم بشكل أفقي، أما الخط المشرد فالظل حيحافظ على شكل الخط حيتشرد كمان. في حالة سطح شاقولة الخط الشاقولة حيضل شاقولة، أما المشرد حنستخدم قاعدة المثلث حنفصل فيها بالتمرين. في حالة السطح الأفقي منعامله تماما مثل الأرض، هيكون أفقي مشرد. في حالة النقطة التي تكون على تماس مع الجدار هيكون ظلها نفسه. التمرين الأول: الشمس في مستوى اللوحة تميل بزاوية 45 درجة من اليسار إلى اليمين. لحدد زاوية الشعاع برسمتي بدون ما أتلبك، رح أرسم الزاوية على خط الأفق وباخذ من رؤوس الأضلاع خطوط موازية إلى. بما أنه هدول الأضلاع شاقولية فظلن خطوط أفقية مثل ما أخذنا بالجدول. تنتهي عند الشعاع اللي رسمته، هتظهر عنا نقاط التلاقي هنوصل بيناتهم، وهيك بنكون حصلنا على الظل المرمي. ظل الذاتي: بما أن الأشعة متجهة من الأعلى إلى الأسفل فالسطح العلوي هيكون فاتح والسطح الخلفي أغمق شيء، أما السطح الجانبي هيكون لونه رمادي وسط. التمرين الثاني: الشمس في مستوى اللوحة تميل بزاوية 60 درجة تتجه من اليسار إلى اليمين. نرسم الزاوية من خط الأفق. من الأفضل أن نبلش بظل الحيط كونه حيمي ظله على البوكس. نرسم أشعة الشمس ونبلش بأول ضلع اللي هو شاقولة، فظله حيكون أفقي. بس منلاحظ منطقة التقاء الشعاع بالظل داخل البوكس، لهيك من نقطة الالتقاء الظل بالبوكس بطلع بخط شاقولة، لأنه هو حالة خط شاقولة رامي ظله على سطح شاقولة مثل ما أخذنا بالجدول. عند السطح الأفقي أرسم خط أفقي وبيلتقى عند الشعاع، وهيك بكون خلصنا رامي ظل الضلع الشاقولة. الضلع المشرد على سطح الأفقي مشرد وبينتهي عند نهاية البوكس، بس لسه ما خلص ظل هذا الضلع، لهيك حنكفي الضلع المشرد على سطح الشاقولة قاعدة المثلث اللي هي الضلع المشترك بين البوكس والحيط. مدده لنهاية الحيط وبوصله بخط ما بين من نقطة انتهاء تشريد الظل، بكون تكون عنا مثلث قائم. بما أنه وصلنا على الأرض حنكفي تشريد، وبينتهي ظل الضلع المشرد عند الالتقاء مع الشعاع. مرة ثانية: ضلع شاقولة ظله أفقي وصله للشعاع، ضلع مشرد فظله مشرد، وما نص الضلع الخلفي يكون انتهى ظل الحيط. حننتقل للبوكس. الأضلاع الشاقولية ظلالها أفقية وبوصل بين نقاط الالتقاء. الضلع المشرد للبوكس بشرد ظله، بتخلص من العناصر الملازمة وبغمق الظلال. وبالنسبة للظل الذاتي عطول، بما أن الشعاع متجه من الأعلى فالسطح العلوي فاتح، أما الأسطح الخلفية فهي رمادي غامق والأسطح الجانبية رمادي وسط.